أنا شاب تبت إلى الله بعد أن كنت أستغيث بالشيطان في وقت الشدة مع علمي بخطر ذلك الذنب. الشيطان هو اللي يوقعك في الشدة، فكيف تستغيث به؟ لكن التوبة، من تاب إلى الله تاب الله عليه مهما كان ذنبه، فعليك بالتوبة إلى الله، واحمد الله أنه وفقت لمعرفة الحق والتوبة إلى الله، وأحسن العمل وأبشر بالخير إن شاء الله. نعم.